ما بعرف اي طريقه كيف برجع بشوف انه رفقه ثانيه انه نفس الشيء بس بغير اسامي وغير صور بيرجع بيعملوا لي اد بيرجع بيسالوني اسئله نفس الشيء هيك غريب. طريقه الاستعمال لهذا الموقع عبر الاسئله والاجوبه والاستعلام والسؤال عن البيئه والسؤال عن المجتمع ورصد المستوى المعنوي للمجتمع والمستوى السلوكي والبحث عن نقاط الضعف ونقاط القوة في المجتمع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية رصد ردات الفعل الاجتماعية والفردية على قرارات تتخذ من قبل أمريكا أو إسرائيل، كل ذلك يؤدي إلى تقديم خدمات مجانية لمن يدير الموقع. أمرار في ناس تسأل أسئلة غريبة على الفيسبوك خصوصا عن الانتماء السياسي والتوجه السياسي، وخاصة شيء بيجوك من دول أوروبا بيسألوك عن إسرائيل وما إسرائيل وكيف الأوضاع السياسية بلبنان. لا صراحة ما بحط معلومات شخصية عشان ما بأمن لهيك مواقع، بالنهاية هذا موقع أجنبي ما فينا نأمن له الصحة ومنتشر بكل العالم، بس ما في شيء بداعي إنه أمن له، بالأخص إنه في كثير من دول وأشخاص اللي موجودين فيه ما بنعرف انتماءاتهم وما بنعرف شيء عنهم. إن تركيبة هذا الموقع، موقع التعارف، وطريقة التعامل والاستعمال لهذا الموقع توحي بأن هناك جهة خفية أنشأت ونظمت وخططت لاستعمال هذا الموقع لغايات استخباراتية، وفي البحث عن هذا الموضوع يتأكد وبشكل قاطع أن اللوبي الصهيوني في أمريكا ومدار بتدخل مباشر من CIA والموساد يستعملون هذا الموقع لتحقيق أكثر من غرض في مسألة الاستعلام وترويج الأفكار وربط الأشخاص. لهذا السبب ينصح في هذا المجال أن تقدم الحكومات التي تخشى على نفسها من الانتهاك عبر مواقع الفيسبوك على وضع التشريعات الصارمة وضبط استعمال مثل هذا المواقع، وأكثر من ذلك كما هو الحال في الصين على سبيل المثال، المواقع التي يخشى منها إما أن تغلق وإما أن تكون تحت السيطرة. حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا الأستاذ جمال حيدر أستاذ جامعي. بداية أستاذ جمال طبعا مع الترحيب بك، طبعا حدثت ضجة حول اختراق الخصوصية عبر هذه المواقع، ما الهدف من اختراق الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بداية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أن موضوع اختراق الخصوصية هو موضوع كبير ولا يشمل فقط موقع محدد، إنما كل المواقع التي يمكن الدخول إليها عبر الإنترنت. ربما يتساءل البعض ماذا يريدون منا ليتجسسوا علينا، أو ربما يتساءل أنا شخص عادي فما هي المعلومات التي يمكن أن يأخذوها مني. فهنا لأن كلنا نعرف أنه يوميا يدخل ملايين بل مئات ملايين من المستخدمين إلى الإنترنت وإلى مواقع عدة. هناك جهات سياسية أو أمنية أو اقتصادية حتى تسعى إلى التجسس. فموضوع التجسس هو موضوع كبير جدا ولا ينحصر فقط بموضوع الخصوصية، لأن أي متصفح للإنترنت شاء أم أبى هو يعرض المعلومات الموجودة على جهازه للخرق. فمجرد دخولنا إلى الإنترنت نكون قد عرفنا عن أنفسنا بواسطة العنوان الإنترنت المسمى بالIP address، وهذه تركيبة الإنترنت فلا يمكن أن نغيرها. فمجرد أن نتواصل مع موقع أو نقوم بكتابة عنوان الموقع للدخول إليه يقوم المتصفح الذي نستخدمه بإرسال رسالة طلب للصفحة التي نريدها، ويشمل هذا وتشمل هذه الرسالة عنواننا، ومن خلال العنوان يستطيع أي شخص معرفة الموقع الجغرافي للمتصفح. هذه أقل التفاصيل،
نعم أستاذ، يعني هذه الحالة هل يمكن تسميتها مثلا تجسس أم أنه فقط خرق للخصوصية وليس يعني للأمر علاقة بأجهزة المخابرات وما إلى ذلك؟ هناك نوعان، من يريد أن يتجسس يتجسس، ومن يريد أن يخلق الخصوصية يستطيع أن يخلقها. فمجرد ما أن نضع نحن معلومات على بعض المواقع مثل الفيسبوك أو غيرها من المواقع المعنية بالتواصل الاجتماعي، نكون قد عرضنا هذه المعلومات للكشف، ليس فقط لأصحاب الموقع الذي ندخل عليه، وإنما إلى أشخاص آخرين ممكن أن يستغلوا هذا الموقع لغايات أخرى. نعم طبعا، في ظل هذا الخرق لخصوصية المستخدمين، كيف يجب التعامل مع هذه القضية وكيف يجب أن يتعامل المستخدم بالتحديد مع هذه المشكلة؟ على المستخدم بداية أن يكون حذرا جدا بالتعامل مع جميع المواقع، فلا يمكننا أن نقول أن هناك موقع آمن، لأننا لا نستطيع أن نعرف من يدير هذا الموقع أو من يقف وراء هذا الموقع، أو حتى مدراء المواقع لا يعرفون، يستعينون ببعض الأحيان ببرامج لم يقوموا بكتابتها بأنفسهم، بل استعانوا بها من مواقع أخرى ولا يعرفون ماذا تحتوي هذه البرامج. فمن المؤسف أنه هناك شركات تقوم بكتابة برامج، وهذه البرامج تقدم خدمات لأصحاب المواقع، من هذه الخدمات هي إحصاء عدد الزوار والتعرف على شخصية أو على تصرف أو على سلوك الشخص المستخدم للإنترنت من خلال متابعة ماذا يحب، ماذا يفضل، ما هي المواقع التي يدخل إليها، ما هي الصفحات التي يقوم بتحميلها، وما هي اهتماماته، ويقوم بتجميعها في قواعد بيانات، وتقدم هذه وتقدم النتائج التحليلية لهذه المعلومات لمدراء الموقع، ولكن مدير الموقع لا يستطيع المعرفة بشكل دقيق أن هذه المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها من الشخص الذي يزوده أو من الشركة التي تزوده بالخدمة هي كل المعلومات التي يمكن أن تأخذها هذه الشركات من المستخدم. يعني هنا يكمن السؤال، يعني كيف للمستخدم يعني أن يكتشف أنه يتعرض ل عملية تجسس؟ هل هناك طريقة يعني يشعر من خلالها أنه فعلا يتعرض لخرق الخصوصية أو التجسس؟ نعم، هناك برامج كثيرة متخصصة في هذا المجال، وعلى الشخص أن يضع هذه البرامج ويقوم بتشغيلها على جهازه، وتقوم برصد حركات غريبة أو نقل ملفات من الحاسوب الشخصي للمستخدم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى على الشخص أن يكون حذر جدا بالدخول إلى المواقع. فهنا ليس الأمن الشبكات أو أمن الإنترنت ليس هو موضوع سليم 100% أو آمن 100%، وإنما يجب الاعتماد على الثقة. فهناك مواقع يمكن الوثوق بها ومواقع لا يمكن الوثوق بها. مثلا إذا كان شخص يريد الوصول إلى خدمة عبر الإنترنت، خدمة تجارية أو خدمة مصرفية، فهو يعرف أنه يتعامل مع مؤسسة محترمة أو موثوق بها، وإنما إذا حاول